الفاتحة بهذا الاسم لأن القرآن مفتتح وأول سورة كانت في ترتيب القرآن على ما رتب الصحابة رضي الله عليهم على ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أول سورة هي سورة الفاتحة افتتح بها المصحف القرآن. نعم. تنكرس الفاتحة أتخذهم رفض صلى الله عليه وسلم بأدر الصحابة أطهاد هذه السورة في فشت سورة القرآن vilket betyder öppnanden av Koranen och man alltid börjar Koranen med att läsa den här boken, den här liksom sura. Så därför det kallas för Fatiha vilket betyder öppnanden. Och öppnar biha al-musalli as-salah. Och den som ber öppnar sin salah med Fatiha. Och tusamma as-sab'a al-mathani. Och det har ett annat namn, det kallas för sab'a al-mathani. يعني هذه السورة فيها سبع آيات. دنينا ورا في ستيكن برشا. تتكرر في كل ركعة في كل صلاة. كتب لك بس برد ركعة في برد بيوم. تسمى كذلك سورة الفاتحة بأنها رقية. وك ذكرت أصلا في الفاتحة تسمى رقية الخيط. يعني الذي لديه مرض أو كذا يقرأ على نفسه سورة الفاتحة. ومن في سفر إذا من أصلاح سكوتو سو كمان ينام تلاس الفاتحة لموتا. قبل أن نبدأ بسورة الفاتحة نذكر الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى قول القارئ إذا أراد أن يقرأ القرآن سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة يستعيذ؟ لابد من الاستعاذة قبل القراءة. والاستعاذة. وكل ما نسكى رسالة القرآن الفاتحة، خصوصا كمان أعطي بدوري من استعادة. وكبدا بتيدا. وكمان خصوصا ما نسي استعادة. ده ما سيرك الكويت وصلى الله سبحانه وتعالى أن تموت يا. هل الاستعادة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من السور أي من أي سورة من سورة القرآن؟ لا. هذا باتفاق العلماء أنها ليست من السور، لكن قبل أن يبدأ القارئ بالقراءة يستعيد. نعم. دوم لا دفتر يوتيوب ونسيت كل هذا ومن دار من استعادة في إنغو اللي كل بصورة كابيتلا وكدوم لا دا سكتنا إذا أريد د د في سنتا إنغو إنغو إنت كل بكابيتلا فاس ده نفس ما مستسيا إن ما سكال بري على سيتيرا. إذا أراد الإنسان يقرأ القرآن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم. När någon vill läsa Koranen så ska man börja till att börja med så ska man söka skydd hos Allah och börja med istiada. طيب لو قال القائل سبحان الله أنت الآن تقرأ القرآن لماذا تستعيذ من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن؟ تستعيذ بالله لو كان هناك معاصي أو كذا. أنت الآن تعمل طاعة، لماذا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن؟ نعم. Någon kan fråga hur kommer det sig att man behöver söka skydd hos Allah medan man ska läsa någonting som är heligt som Koranen. Man ska kanske liksom söka skydd hos Allah när man ska när man är nära att begå någon synd eller kanske något sånt. Men just att göra någonting som är en, verkar som en god gärning samtidigt måste man läsa och söka skydd hos Allah. Varför? Varför? Lianna al-Quran fi hidayah lana. والشيطان لا يريد أن تكون على الهداية، يريد نسر وعافية والسلامة تكون على الضلال، لذلك لابد أن تستعين من الشيطان حتى يبتعد عنك عند قراءة القرآن. نعم. القرآن بيجلد في المنسكليهات وده سم ساطن انتفيل أرد أن يسكبلي بيجلد ده وطن ساطن بيل أن يسكبلي سلد ده وهندر واستلت gå på den raka vägen och bli vägledd av Allah subhanahu wa ta'ala. Därför när man söker skydd hos Allah så Allah vägleder dig och får Satan bort från dig. إذا لابد أن تتذكر عند القراءة الاستعاذة وتعلم أن الشيطان لا يريد منك أن تقرأ القرآن وتتدبر القرآن وتعمل به. نعم. Du ska vara övertygad att när du ska läsa Koranen så finns det en fiende som inte vill. Shaitan vill inte alls att du ska läsa Koranen. Så därför till att börja med så ska du ta avstånd från honom och Allah som ska hjälpa dig och väcka dig. فماذا تصنع حتى تبتعد عنك الشيطان؟
نعم. Världens mest göra för att kunna hålla avstånd och skydda sig från shaitan. تتجه إلى الله. Söka skydd hos Allah. تقول أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. نعم. Där man söker skydd och man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala och håller vid Allah där Allah subhanahu wa ta'ala ska liksom skapa en barriär mellan dig och Satan. الشيطان الرجيم سمي الشيطان الرجيم بهذا الاسم لأنه مرجوم مطرود من رحمة الله رجم أي طرد من رحمة الله هذا على قول نعم وكان تلس الشيطان الرجيم فالسلطان قبل بيت أبلكس طب الله سبحانه وتعالى وكان حملة أتن في الله barmhärtighet, därför han beskrivs och kallas för Shaytan al-Rajim. أو سمي بهذا الاسم لأنه يرجم أي يرمي بني آدم يرمي بني آدم يعني يوسوس لهم ويريد أن يوقع بني آدم إما في الشبهات أو في الشهوات. نعم. وإن أنا في كلون أوكسو أن كالاس فالرجيم أردت أن تفسكر فيسليدا أو فيسكات Han viskar till människorna för att liksom lura dem och försöka få bort dem från Allahs vägledning. Så därför det finns olika liksom, förklaringar för just varför han kallas för rajim. Det här med att viska och vilseleda. بعد أن تستعين تقول بسم الله الرحمن الرحيم. Efter att man säger istiada så ska man börja med att säga i Guds namn. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه افتتح بها السور البسملة افتتحت بها سور القرآن لكنها ليست من سور القرآن نعم اوك من سوسك قاطي تسير بسم الله من اسك لسا القرآن من دن اوصو هند ان فرش وطاو اتو ما فرش انا سمكيزي اتو ما كبيت انا سمكيزي القرآن اذا كل سورة من سور القرآن مفتتحة بالبسملة لكن هذه البسملة ليست من السور إلا ما ورد من الخلاف في سورة براء نعم سورة التوبة نعم alla surer ska man börja med att läsa med Bismillah. Förutom den enda sura där de lärda är eniga och den heter Tawba eller sura Bara. نعم وجاءت في سورة من السور في داخل سورة من السور وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبدأ في إسلامنا السورة بأخرى فاس بسم الله الرحمن الرحيم تفوقها نار بروفة السورية ما خويك الأبريو ودا إن الأبريو بيرا أقسم بسم الله الرحمن الرحيم إني كل مسورة تستعيد من الشيطان الرجيم تلتجئ وتعتصم بالله سبحانه وتعالى وتطلب من الله أن يبعد عنك هذا الشيطان نعم Så till att börja med söker du skydd och vänder dig till Allah subhanahu wa ta'ala mot Satan. Thumma taqul bismillah. Sen säger du bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Guds namn, den nådiga, den barmhärtige. Alla, huna, qawl bismillah, ay, aftatih, al-qira'a huna, bimada? ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فأفضل ديانة إنك تبدي في فيرسينا صورة آتي بقدس نام. ده ده لسهم بس بمتنا ما سكابريا آتي بقدس نام. يعني بسم الله أقرأ القرآن. بقدس نام ليس يقرأ. وعندما تشرب الماء تقول بسم الله أشرب. بسكدريكا بقدس نام دريكا يو. وعندما تتوضأ تقول بسم الله أتوضأ يعني. لا تقول أتوضأ لكن هذا معنى الكلام وهذا هو المقصود من قول بسم الله هنا المقصود بسم الله هنا يعني بسم الله أقرأ القرآن بسم الله أتوضأ لكن لا تذكر هذا الفعل هنا نعم لا تذكر تفهمني تكسامبل سوسك تسي Guds namn och du ska inte säga i Guds namn jag ska göra två min utan liksom bara kolla ordet Guds namn och avsikten med den här gärningen är att du ska göra två min ولأن الأمر إذا ذكر في أول اسم الله سبحانه وتعالى حلت فيه البركة. على يارنيا سومبرياس مي أتسياس في Guds namn سو كومة دنا يارنيا ملي فيرسينات.
وتقول أبدأ ببسم الله، أبدأ بافتتاح القراءة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. Och gärningen som du ska göra är också en välsignad helgärning, fast om du säger Guds namn så kommer detta också bli ännu bättre och ännu heligare och ännu mer välsignat. Allah. Allah. كل اسم من اسماء الله لابد ان يتضمن هذا الاسم صفة، لابد ان كل اسم من اسماء الله لابد ان يكون هذا الاسم فيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبرئند النام سم الله سبحانه وتعالى سواء ان هو الله سبحانه وتعالى او egenskaper så برئند النام سواء liksom الله egenskaper som beskriver det här namnet. فالله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. نعبد الله سبحانه وتعالى وعبادتنا لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون مبنية على الخوف والرجاء محبة وتعظيما. نعم. att man upphör Allahs namn och man dyrker Allah för att man älskar Allah subhanahu wa ta'ala samtidigt man lyder och är rädd för honom. Så det ska vara den här balansen där man älskar Allah subhanahu wa ta'ala samtidigt är man också rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. إذن الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما. نعبد الله ولا نعبد غير الله سبحانه وتعالى. نعم. Där du erkänner att du, det enda du dyrker, dyrker är Allah subhanahu wa ta'ala, ingen annan. Och det är endast Allah som du vänder dig till och du lyder och du är rätt. لم يسمى أحد بهذا الاسم. هذا الاسم خاص بالله سبحانه وتعالى. لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. Finns inte något annan som kan kallas för Allah. Allah سبحانه وتعالى har den enda som kallas, eller har det här namnet bara som kallas för Allah. هل يصح أن تنادي الله سبحانه وتعالى بغير الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة؟ فور ما قال الله سبحانه وتعالى وبي الله من نوبل أنف نام إن دين إن دوم نام سم قال سم مثل أسماء الحسنى التي أدى الله قال قال سيفر. يعني هل يصح أن تنادي الله سبحانه وتعالى بغير اللغة العربية؟ Till exempel kan man be Allah subhanahu wa ta'ala på ett annat språk än arabiska. مثال الآن تسمع أن بعض الناس مثلا باللغة الإنجليزية يقول God. God معناها إله، أي إله؟ هل God من أسماء الله؟ Till exempel där med koreanska God och God är ett av Allahs namn. لا ليس من أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله لابد أن ينادى الله سبحانه وتعالى بالأسماء التي ذكرت لنا في الكتاب والسنة، لا ننقل هذا الاسم من اللغة العربية للغة الإنجليزية. نعم. والله سبحانه وتعالى بجدنسات وكارا سفر أنطال نعم ذلك بسكريف سم الله أسماء الله الحسنى وصوف من لما سكبي الله سبحانه وتعالى صوف من قول سيدنا إنه من هالرامن عندهم دار نوح نام الله قال بسبيل السيد كالله السيد مثال هذا الأخ اسمه إبراهيم جمعة اسم هذا جمعة نعم اسم جمعة مثال هذا أنت الآن اسمك جمعة نعم فهل يصح عندما أنادي هذا الأخ جمعة باللغة الإنجليزية أنادي فرايدي لا ما يصح الأسماء في اللغة العربية تحكى كما هي في كل اللغات فهذا اسم جمعة في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية في اللغة السويدية في اللغة اليابانية في اللغة الفرنسية نعم فلا يمكن أن نغير أسماء الله سبحانه وتعالى لا يمكن الله الله فلا يمكن أن تنادي الله تعالى نعم تكتب رام إمام دور فوق أصفيك اللي بومي صار دي سيرة بيتر الجمعة تكتب Och Jum'a, man skulle översätta så det är fredag. Men kan man kalla mig då för fredag, alltså när man ska kalla mig på svenska? Jag heter Jum'a, så det här är Jum'a i mitt namn. Så jag kan inte kallas för fredag och jag ska svara. Någon kan förvänta sig att jag ska svara den här personen. Så
Så det där när man säger Allah heter Allah då det är Allah som gäller. إذن في النداء وفي تسمية الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعدل عن الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أي باللغة العربية. نعم. Så när det är Allahs namn, då det är de namn som har förekommit i Koran och Sunna och Imam. لكن من حيث الأخ الآن هذا جزاه الله خيرا وترجم يقول معنى الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيم يستطيع يأتي في المعنى وفي الشرع وفي التفسير يصح أما في النداء لا يمكن أن يأتي إلا بالأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. نعم. Och i det här sammanhanget, alltså, imamen säger att till exempel den här brodern som översätter, så i översättningssammanhang så kan man översätta och se till exempel Gud i det här fallet på. Men det imamen syftar på är själva bönen under bönen när man ska be, när man ska dyrka, när man ska tillbedja Allah subhanahu wa ta'ala. Det är just den här sammanhangen, då det de här namnen som gäller, men liksom översätta för att någon ska förstå, då det är liksom, då det tillåter det här sättet att kunna översätta på ett annat sätt. نعم إذن تفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم وذكرنا أن الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيم الرحمن الرحمن ذو الرحمة العامة الشاملة لكل المخلوقات للمسلم وللكافر وللحيوانات ولغيره. نعم. وودت النودريك. So the nodrik är en egenskap där det täcker de troende, de icke-troende, alla varelser som finns i universum. Så kommer det här ordet täcka och Allah är Rahman för alla som finns i universum. إذن الرحمن ذو الرحمة العامة التي تشمل كل المخلوقات حتى الكفار. نعم. So det här är nord från Allah subhanahu wa ta'ala som även kuffar får ta del av. والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. والرحيم ذو الرحمة تجعل سبيسيفي في دون زوانة. إذن الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. فده نودي كأس مساك في ألا بورسة وكذا الرحمة تجعل سبيسيفي في دون زوانة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إذن ده نودي كذا الرحمة تجعل سبيسيفي. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم إن فاش من الفاتحة؟ لا ذكرنا لكم بصالة أن البسملة وضعت في أول كل سورة وليست من السور وقلنا ما يتعلق في الخلاف في سورة براءة. نعم وصلنا صوتي في البسملة فينس فون في بيرن أو على سورة فردهم براءة ويوجد دليل خاص هنا في الفاتحة أن البسملة ليست من الفاتحة. لفيس ات سبيسيفيك بيفيس ده بسملة أريد أن أرجع تو في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث الحديث ومن حتى الحديث القدسي ده الرسول صلى الله عليه وسلم direkt av Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم يعني على قسمين. نعم. دار الله سيد مع حديث قدسي دو أتي بار فديلا فاتحة ملاكم من شنر. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يعني هذا فيه أن أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. نعم. Okay. Allah säger när min tjänare säger lov och pris tillkommer Allah. Det vill säga att hadisen, den här hadisen börjar direkt med den här versen. Lov och pris tillkommer Allah. لو قال القائل أو سألك سائل وقال لماذا تتكرر هذه السورة سورة الفاتحة في كل ركعة وهي ركن أركان الصلاة لماذا؟ Någon kan ställa den här frågan varför just den fatiha ska läsas i varenda raka och i varenda salat. Vem är det du ger? Vad är svaret? Kapol ana abd.
ser att du är skämmare. Och Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-malik. Och Allah är konungen. وهو الذي له الأمر وأنا ليس لي إلا السمع والطاعة صحيح؟ والله دين السمع أردرب ويوهر إنت لغة أنا لدنا ثم أن هذه السورة تسمى أم القرآن وأن هذه السورة تكالس في القرآن مودع أم القرآن يعني كل مقاصد القرآن وكل ما في القرآن مجموع إجمالا في هذه السورة. قال في السورة قال الأفسد من القرآن ثم في الكوميتي عند الرشة وعند الكابيتر إسامة فتى في هذه السورة. فيها التوحيد. بينما الموناتيسم توحيد. بأنواع الثلاثة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الله ثلاث صفات توحيد الذي الله سبحانه وتعالى يجنس بروبرام. فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتنسك فليا رفت محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه السلف الصالح الصحابة رضي الله عليهم. وفيك فلس بغنا تكتسير ذي وفيك. فيها ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل وسيأتي معنا اجتماع الأمة للافتراض. وعندهم أفسكتنا دار رفت صلى الله عليه وسلم يتبقى تيل أتنسك والله إني تبدي إن أدخول. فيها أن العبد لا بد أن يجمع في الإيمان بالله سبحانه وتعالى بين لا بد أن يؤمن بالقضاء والقدر. وبدال ما سكوب سطروب وقيدت والله سبحانه وتعالى بستات. فيها إشارة إلى أركان الإسلام والإيمان والإحسان. ودن كوبيك الإسلام سبيلر يبنانا دامي och domfjällarna och hässan. Dekra liom al-akhir och iman bih. Domedagen och att man ska tro på det. Al-janna, al-naar. Paradiset och helvetet. Al-tahdir min al-nakum al-ladhina ghadib allahu alayhim av al-ladhina dhallu nassal'ab al-salam. Varning för att man ska bli en av dem som får Allahs vrede på sig och att bli vilsade så får Allah أجمع دعاء وأحسن دعاء في هذه السورة. ده بس توفينا الدعاء سون في سيدنا السورة. الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ما أقدر كاستس الله سبحانه وتعالى. طلب الهداية. وكتب الله مذكر. كما ذكرنا أن العبد يجمع بين العمل. وبين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء يجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين يعني يجمع بين الشرع والقدر. Där som troende är man övertygad att du ska göra så gott du kan och du ska veta att Allah kan inte ändra på Allahs öde så att det blir det som Allah vill fast som du troende är du beordrad att göra så gott du kan. Eller här är sura. تسمى بأم القرآن كل ما في القرآن موجود في هذه السورة. So that after the past surah calls for the Quran as mother and also this Quran is summarized in the past surah. فيها آداب من آداب بل فيها آداب للدعاء. نعم. There is du'as ethics you must go to say over du'a. إنه لابد قبل الدعاء من الثناء على الله سبحانه وتعالى. Att innan man ska be Allah om någon specifik sår så ska man börja med att ge komplimang till Allah subhanahu wa ta'ala. Idan, ya khwana muhim jiddan an na'rif tafsir hadhihi as-sura. Det är ytterst viktigt att man ska förstå tafsir av den här suran. Alhamdulillah. Awwal hadhihi as-sura, alhamdulillah, tahmad Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamd هو ذكر المحمود بجميع الصفات على وجه المحبة والتعظيم واحد واحد. وقتل بره من دو ده ما بره لنا فرش من دو بيس تكلم الله جود ودو هادو تكلم فدا ساك بيس اتاك سامير وتسميل الله سبحانه وتعالى كيف الله جو بس الله الحمد هو أن نذكر الله سبحانه وتعالى ذكر المحمود. نعم. Det här med ordet alhamd, det vill säga lovpris, det är någon slags tacksamhet för Allahs namn. Bemada,
بجميع الصفات، يعني الصفات ولله الأسماء الحسنى. وقلنا كل اسم لابد يتضمن صفة، وهذه الصفة لابد أن تكون صفة كمال، ولا يمكن أن تكون صفة نقص وعيب. نعم. Och där vi som troende vet att Allah subhanahu wa ta'ala är fullkomlig, Allahs namn är fullkomliga egenskaperna. Så det är liksom när du liksom är tacksam och du ber om Allah och du ser lov och prisning komma Gud, så vet du att den Allah, alltså den Gud som är allsmäktig, fullkomlig, liksom som är ingenting lik Allah subhanahu wa ta'ala. Varför ska vi tacka Allah? لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الذي خلقنا. فإذا كان هو الخالق لا بد أن يشكر على هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. نعم. الله أشكرت for existence. So that Allah has skapat oss, så måste man till och med börja med visa sin tacksamhet för skaparen. Så därför måste man tacka Allah och börja med det. فنحب الله ولا نحب أحد مع الله. بيرسك الله وإنسان من الله سيدا. يعني محبة مساوية لمحبة الله. في سيدا ومحبة سو كان يرسك سو يرسك سو الله. ونعذب الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نرفع إنسان مرتبة جبار السماوات والأرض، مرتبة الله سبحانه وتعالى. نعم. تتخيل الله سنا. وكتسكين ska vara övertygade. Det finns inte någon annan som kan konkurrera med Allah, med skaparen. Det ska inte finnas någon som kommer nära den kärleken som vi har för Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqul alhamdulillah, ya'ani alladhi yastahiq alhamd huwa Allah subhanahu wa ta'ala ghayr. Och det här är liksom någonting erkännande från dig att det finns ingen annan som förtjänar att tackas och vara tacksam inför förutom Allah subhanahu wa ta'ala. كأنك تقول أنا أحمد الله سبحانه وتعالى لأنه هو الرب، هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. نعم. رب العالمين يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل المخلوقات، ولا خالق إلا الله. لو فريز كما الله بعد راس حدث وكدار دي بكتفتر أن الله بعد راس حدث وفسا دي كان بعد بعد سناك صوت دوري الله سبحانه وتعالى أوتين كل ما سوى الله مخلوق الله سبحانه وتعالى هو الخالق أوتين الله أتسكوبر سير الله أتسكوبر أمتين أبسلوك أوتين. وإذا كان هو الخالق لابد أن يكون هو سبحانه وتعالى هو الذي يعبد، ولا يعبد غيره سبحانه وتعالى. نعم. إفتسم الله أسقابنا لذي أندس الله سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآية فيها توحيد الربوبية. نعم. وإذا ما باشرين أولا أطمان مراتيسمن في الله أطمان الله أندس حره. أي أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بتوحيد الربوبية، أي أنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. نعم. وبدأ من الله جل عند هذا بس الله أصل مصطفى أو تنسم الله يوت أكسو نتنسم نتنسم شلنا. Det är det som är själva utgångspunkten för allting. Av ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bennahu al-khalib al-khalb. Att det enda skapen är Allah subhanahu wa ta'ala. Och al-mul. Att vi tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Och al-tadbir. Annahu al-ladhi yudabbiru al-amr subhanahu wa ta'ala. Och det är Allah som förvaltar. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som har allting i sina händer. Och idha kan huwa الرب لابد أن يفرد بالعبادة بتوحيد الألوهية بتوحيد العبودية بتوحيد العبادة. So Allah is sovereign. Allah is the one who is. Allah is some all the negative. Allah's handler. So therefore, في سنتنا القرآن سوم كان في قياس برد الله سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية هو نعم. Monotheism. So we saw the negative في الألوهية. Then عند يهود سوم في قياس. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.
Så dyrkan ska inte vara för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي نعم لو سير لو في استخدام في بعض المسائل سو صور الله سبحانه وتعالى سير من الشيء الذي هو حقك أي أننا ذكرنا الله سبحانه وتعالى بجميع الصفات فبي هو يذكر الله سبحانه وتعالى من دون فينا نعم سب الله بيتو الرحمن الرحيم من نور في كاس ودان قال الله سبحانه وتعالى عندما تقول أنت الآن الرحمن الرحيم تقول الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي نعم هذا سير هذا مصطفى هذا الله لأنه من جل الله بل ما فيه سير الله من شأن الأقوال سنيك وإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي وقلت الرحمن الرحيم قال أثنى الله علي أثنى علي عبدي وإذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ومن المعصير مالك يوم الدين سوصير الله سبحانه من شنر هيروب من ستوتس الله سبحانه وتعالى ملك ومالك تقرأ هذه أولا في القراءة في سورة الفاتحة تقرأ الفاتحة مالك يوم الدين وتقرأ كذلك ملك يوم الدين وكتفيس تفونه ستر وليس من هذا Det ena är Malik, det vill säga konon. Det andra är Malik, ägare. Det är Allah som äger liksom, den domedagen. Så man kan läsa på båda sätten och båda sätten är rätt. Där du liksom upplever Allahs hand, där han är en väldig. Det är Allah är den enda härskare. Allah subhanahu wa ta'ala, Malik wa Malik. Kull här makhlukat, mulk lillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bekräftar här att alla skapelse, alla varelser som ser är alltså tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يستطيع احد يتصرف في هذا الملك الا باذن الله سبحانه وتعالى فهو ملك ومالك سبحانه وتعالى. نعم. Finns absolut ingen som kan kontrollera, som kan förändra, som kan göra någonting förutom Allah subhanahu wa ta'ala. فيصح ان تقرا مره بهذا ومره بهذا، مره تقرا مالك يوم الدين ومرة أخرى تقرأ ملك يوم الدين. نعم. دبورة درسة. صوت. لأن قوم سير ملك يوم الدين. ودر أمر قوم سير ملك يوم سمي صار قوم. ودر أمر يقدر صوت. صوت ده بيكون دبورة دبورة يورا كبار سنة. يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. يوم الدين هذا دوغن في البلاني في استراف بيسير دومنا. وذكرنا لكم أن الله سبحانه وتعالى له الملك ليوم الدين ليوم القيامة ولكل الأيام لكن ذكر الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين حتى يخاف العبد من هذا اليوم ويعمل في هذه الدنيا نعم وبيت الله سبحانه وتعالى لكم en väldig och härskare över alla andra dagar, inte bara just i domedagen. Men Allah har just sagt detta specifikt i domedagen så finns det inte någon chans, inget hopp. Så du vet det är Allah endast som härskar över den här dagen, inte någon annan alls. ففي هذا الإيمان باليوم الآخر إيمان بيوم القيامة. Så det här är en bekräftelse och erkännande för tron på domedagen. وفيه التخويف والتهديد وأن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء نعم دعمي أن تصنطرون بيت أو تفيز أن أستمتر سدور ودار دوغن دار كون الله سبحانه وتعالى لكسون دم سينا شنر ودار دور ما كون استلا ستيل سوا إياك نعبد بيجير كده إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ولا الأولياء ولا أحد لا نعبد إلا الله عندما تقول إياك نعبد أي لا نعبد إلا الله نعم där människorna som finns, som vissa andra kanske kan liksom, det går så låt att vissa andra kan dyrka så det här liksom, man förnekar att man inte dyrkar någon annan Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لو قال لك قائل وسألك سائل الآن
الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تقول إياك نعبد، أي أن كلنا نعبد الله. لماذا كانت الآية إياك نعبد بالجمع ولم تكن الآية إياك أعبد؟ لما بدأنا من هذه السورة سورة فرشت وفرشت أن det är du som tackar, det är du som viker, det är du som smickrar. Men just när man kommer till den här versen så blir det i pluralform, där det säger vi dyrkar dig. Varför säger man inte jag dyrkar dig? لماذا كانت الآية إياك نعبد يعني بالجمع يعني كل يعبد الله سبحانه وتعالى ولم تكن الآية أنا أعبد صفوك أو إياك أعبد؟ لماذا كانت إياك نعبد؟ نعم. Varför ser man ut pronomen och inte jag, utan ser man vi. هذا فيه أننا لابد أن نجتمع على ماذا؟ على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، على التوحيد، على العبادة لله سبحانه وتعالى، ولا نفترق. نعم. Och detta är tecken för att man ska enas. Som profeten sa sedan om födelsedagarna. Och det här, just den här punkten där vi yrkar Allah subhanahu wa ta'ala tillsammans. Så det här med att enas. والإمام الآن عندما يصلي ويقرأ الفاتحة يقرأ وأنت تستمع ويقول إياك نعبد، فهو صادق أن كل من يصلي خلف هذا الإمام يعمل بهذا ويعبد الله ولا نعبد غير الله سبحانه وتعالى. نعم. اوكي لما لسه بوكم الإمام مثلا سو ليكسون دي سو ان الإمام دي سو فاتي فسو دون سو ستور بوكم او بيل بوكم سكا اول تيست او ليستن بو إمام سو اوكسو إمام بكرفتر ات ات يو اولا سو ستور بوكم اي ديركا اند اف دي الله سبحانه وتعالى. اذا هذه الآية فيها وجوب اجتماع الأمة، وجوب الاجتماع على العبادة وعدم التفرق والتنازع. نعم. So vitsen bakom den här versen är att vår nation, vår umma ska enas och vår umma ska vara eniga och inte splittras. وإياك نستعين يعني لا نستعين لا نطلب العون إلا من الله، لا نطلب العون من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. Och där ropar vi på hjälp, det vill säga man ropar på hjälp endast från Allah subhanahu wa ta'ala. Man vänder sig om och endast till Allah, så att man inte liksom anlitar eller ber någon annan än Allah om hjälp. هل تستطيع أن تفعل أي فعل دون عون الله سبحانه وتعالى؟ لا والله ما يمكن. نعم. Kan man liksom få stöd från någon annan på riktigt än Allah سبحانه وتعالى؟ Svaret är såklart nej. Det finns ingen annan som kan ge dig stöd än Allah سبحانه وتعالى. كأنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، كأنك تقول يا رب لابد من العون منك لا من غيرك. نعم. داي تيبيا ديالي داي أوتري فويا بصوت داي أوكسون بتفتكس سوم شينا داي دادو أوندا كاستا دي الله سبحانه وتعالى وكادو ليكسون فين داي هيل بقولت في الدين كان هو يلفن الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن العون من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تأتي بالعبادة. أم إنت الله سبحانه سبق لك يلفن لي سو كان أنت ذي هلا سمعت لي الله شد لي سكيل لي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هذا بيني وبين عبدي. إذا هذا هو القسم الثاني من أقسام الفاتحة. القسم الأول في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. القسم الثاني بين العبد وبين الله، طلب العون والعبادة. هذا القسم الثاني من أقسام السورة هذا. نعم. أوكي لما ندل سم خلف السورة سمي سوا فربريان دار الله سبحانه وتعالى سيرت مين شنو هو تكت مين شنو له خاص ميكت مين شنو له هاي liksom upphöjt mig. Och sen det här med att man ser till Allah, jag dyrkar dig, jag liksom ber dig om hjälp. Så ser Allah subhanahu wa ta'ala, det här är någonting mellan mig och min tjänare. Så det här är andra liksom delen av den här suran.
القسم الثالث الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية. نعم. يقسم العلماء رحمهم الله تعالى الهداية إلى قسمين. De lärda har delat hidaya, vägledning, för två olika grenar. Hidayat al-dalala wal-irshad, yani hidayat al-tabin, nubayn al-shari'a, nubayn al-tawhid, nubayn al-salah, nubayn al-siyam. Hade nauar min anwaar al-hidaya, hade al-qism al-awwal. Nah, hidayat al-dalala wal-irshad, yani nadull al-nas, nurshid al-nas, nu'allim al-nas al-shari'a. Nah. En del tolkar den här då som hidayat, vägledning, vägvisning, guidning. Det kan vara liksom om religionen, det kan vara om bönen, det kan vara fastan, det kan vara alla andra liksom dyrkan som finns. Så det är en sorts vägledning som kan uppfattas den här versen på. Ta'lim al-sharia. Att lära sig om sharia. Hada al-qism al-awwal. Det är första delen. Al-thani, hidayat tawfiq, yani an yuwaffaq al-abd lis-salah wal-siyam wal-hajj wal-zakah, yani al-amal. Yani al-awwal al-ilm wal-thani al-amal. Hada huwa. Andra delen är att liksom, när man vägleds så är det på riktigt. Det vill säga man liksom Allah underlättar för dig att du ska göra det här med bönen, det här med fastan, det här med allt annat. Så det första är kunskap, det vill säga vägvisaren, guida oss för kunskap och lära oss. Och den andra är att underlätta. Så efter kunskapen vi har lärt oss, vi ska förverkliga, vi ska praktisera det vi har lärt oss genom också Allahs vägledning. طيب اي هدايه تطلب من الله بكن اتماس خص فيكم الناس كما بي الله يعني الان عندما تقول في الصلاه تقول اهدنا الصراط المستقيم طبعا لا ترفع يديك هذه تقرا هكذا تقول اهدنا الصراط المستقيم اي هدايه هدايه العلم او هدايه العمل بكن سيفت المطلوب لما اسكا بي الله عليه كونسكوب الا عليه ليكسوم يعني ما اسكا بي الله من يعرف أي هداية تطلب من الله؟ هل تطلب من الله أن يعلمك أو تطلب من الله أن يجعلك تعمل؟ سنتبادل تبير الله هم أن الله سكالا لدي إلى الله سكيل بلي أدو يور إن دو ديامي اللي نائمين في الخلف دون سوصوه دار بوش أي هداية تطلب من الله عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم هل تريد أن الله سبحانه وتعالى يعلمك الشريعة أو يوفقك إلى العمل أي هداية تريد من الله اصبر نحن في مجلس علم الذي يريد يتكلم يرفع اسمه قال إن لو تكلم وإلا لا نعم Så att vilken av de här två olika betydelserna sitter vi på när vi blir Allahs barn och ära. Så den som vill svara får räcka upp handen. والبقية ما يعرف. Det är ingen annan som kan svara. تطلب من الله هدايتين لابد ما يمكن تطلب واحدة دون الأخرى يمكن ما يمكن نعم Och svaret är såklart bägge två. Man ska be Allah om bägge två. Det vill säga kunskap samtidigt att även hjärn. تطلب من الله أن يعلمك الشريعة ويدلك عليها. وهذا طبعا ترجع للكتاب والسنة الصحيح. نعم. وتطلب من الله بعد أن تتعلم أن يوفقك للعمل. إذا تطلب من الله لابد أن تطلب من الله الهدايتين نعم. الله سبحانه وتعالى هو تسكا بي utbildad och Allah ska lära dig kunskap samtidigt du ska be också Allah att underlätta och du ska använda den här kunskapen du har lärt dig och du ska verkligen göra det med Allahs hjälp och Allahs kunskap. طيب لو قال لك قائل انت ايش تصنع الان؟ ماذا الان انت تصلي؟ انت تعلم ان الصلاه ركن من اركان الاسلام والان تصلي وتقول اهدنا الصراط المستقيم لماذا؟ لو قال القائل لماذا تقول هذا؟ نعم. صوت ما كان فوق سي انا نقول بو بي نقول بو ديك الله سبحانه وتعالى فاش كنت سي يوست فيك ديال اوس فو ذا روك بي فيك اهدنا الصراط تقول انا عبد اقول سمعت واطعت
ما يمكن أن أعدل عن هذا. لا بد أن أقول سمعنا وطعنا. نعم. وصورت آرات دوسكر مسكو سيئو أرشانالي ويوسكو سيئ دي سم الله has sagt till mig att jag ska säga. Så det här är liksom total bildnad, total underkastelse. وتتبرأ من حولك ومن قوتك. يعني الإنسان بعض الناس يعني يقتر بنفسه وقل أنا على طريق الهداية. لا، تقول أنا أسأل الله أن أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية. إنسان ما يدعي العصمة، المعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى، فتقول أنا أدعو الله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي أكثر من كم مرة؟ 17 مرة بل وزيادة أحيانا مع النوافل. وبهذا أتبرأ من حولي بقوته وتقول يا رب علمني ووفقني. نعم. Också ett erkännande från tjänaren att vi som människor som tjänare är totalt maktlösa. Man ska vara övertygad om detta. Det här övertygelsen att du är liksom maktlös. Du har ingen styrka om inte Allah ger dig styrka. Och liksom allting kommer från Allah. Kunskap, vägledning, god gärning. Om inte Allah liksom underlättar för dig att du ska göra en god gärning så kommer du aldrig lyckas med att göra det. Så det är det här liksom att ha den här känslan. När man har den här känslan, det är också en del av detta. Och det är liksom första steget till att man ska liksom lyckas med det man vill Allah för att det är det. Och jag har varit med alla nasa här. Ända med att hålla av Allah i dig. Vissa personer blir arga när man säger må Allah vägleda dig. Jag kallar Anna. Var? Har du tagit det här? Och då säger man, jag vill se lätt för att du ska göra be för mig, så en sån här dua. Anta taqra fi kulli yawm al-fatiha. Limadha taqul ihdina as-sirata al-mustaqim? Du läser i varje fatiha. Och varför ser du vägled åt den raka vägen då? La yalzam min talab al-hidaya an taqul anta ala al-dhalal. La yalzam min hadha. Så att om någon ber för dig att Allah ska vägleda dig, det innebär inte att du är vilseledd. Du kan vara vägledd. Men så den här duan skadar inte liksom. Tad'u Allah an yu'allima. Att du ber Allah om att Allah ska lära dig. Wa an yuwaffiqak lil ta'at wa tazid minha. Och att Allah ska få dig att lyckas med att göra ännu mer goda gärningar. Idha law qala lak rajul, Allah yahdik, madha taqul? Taqul amin. Aw Allah waj'alna min al-muhtadin. جزاك الله خير. فهمت؟ اي نعم. ان بعض الناس يظن انه معصوم وان لديه صك غفران الجنة وما يمكن اطلب الهدايه ابدا. نعم. صوت ماسكا انت بيبقى اصلا غير او نوبل ber Allah om vägledning för dig och vi ska veta att ingen av oss är felfria utan vi är människor, vi synder, ingen av oss är någonting som är liksom felfria. Så det här med att någon ber för dig är bara gott och inget annat. As-sirat är ett tariq al-muttasi' al-wasi' al-muhayy' al-mudallal laysa fih hubar laysa fih ay akhtar. Na'am. Och Ud-sirat är en väg som är rar, som är bred, som är fin, liksom inga liksom farthinder eller någonting, utan det är liksom en väldigt klar och tydlig och fin väg. Mustaqim. Laysa fihi uja. Nej. Rak och inte snäll. هذا الصراط او هذا الطريق من وضعه لنا؟ Den här sirat, den här vägen, vem är det som har skapat den till oss? وضع لنا الله سبحانه وتعالى. Det är Allah som har gjort det. إذا هذا الصراط يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. Så den här vägen är från Allah. لأنه هو الذي وضعه لنا. Det är Allah som har satt den här vägen till oss. وكذلك قد يضاف إلى من يسلك هذا الطريق من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والشهداء والصالحين والصديقين. نعم. أوكي. على profeter, على martyrer, على sannsägare. Också liksom kommer gå på den här vägen, på den här raka vägen. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الذين يسلكون هذا الطريق والصديقين. Sannsägare. لا
والشهداء شهداء المعركة والعلماء والصالحين الذين أصلحوا ما بينه وبين الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم. هنا قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام. من كان على الصراط المستقيم أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. والقسم الثاني الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم وهم أخطر من القسم الثالث. Det finns en kategori av människor där Allah liksom har fått på sig. Och det här är den andra kategorin som är den tredje är värre än den andra. لأنهم تعلموا ولم يعملوا. Den här kategorin är som har lärt sig kunskap fast inte gjort någonting av den här kunskapen. والقسم الثالث الذين نسوا عام السلامة ضلوا عن هذا الطريق يعملوا بلا علم. Den tredje kategorin är folk som är vilseledda. De gör saker och ting utan kunskap, så man är alltså vilseledda. Igen, labud an tahnab an takun min alladhina ghadib Allah alayhim wa idha ghadab Allah subhanahu wa ta'ala ala insan nasra'a wa salam lam yabqa lahu shay' min rahmatillah. Wa hadha fi ithbat صفة الغضب لله سبحانه وتعالى وجه الله به سبحانه وتعالى. Så att man ska vara försiktig och man ska verkligen vara rädd för att bli drabbad av Allahs vrede. Den som blir drabbad av Allahs vrede är en kategori som hamnar utanför Allahs barmhärtighet och det är liksom bland det värsta som man kan liksom bli drabbad av. ثم بعد هذا بهذا انتهت السورة. نعم. Så på det här sättet har vi avslutat den här suran. قول آمين أي اللهم استجب. نعم. وكمان أوصت أن أسي آمين تبي الله أكسبتير دتا فرنس. قول آمين هذا ليس قول آمين هذا ليس من الفاتحة بإجماع الأمة أجمعت الأمة أن التأمين قول آمين أي اللهم استجب هذا ليس من الفاتحة تؤمن على هذا الدعاء. نعم. ودي ليشوف الله دم لعدة لأ كونسنسوس att Amin är inte också en av den här versen, den här suran. Nej, Allah alam naktafi bi hadha al-miqdar wa ghadan inshallah ta'ala nukmil. Lakin nurid an kull wahid minkum yadhkur li fa'ida. Alladhi yadhkur fa'ida yansarif wa illa yani yabqa ma'na ila al-fajr. Så att Allah vi nöjer oss med detta. Vi fortsätter inshallah imorgon. Och jag vill att var en av er ska säga en av de nyttan som vi har nämnt i den här suran. Och om man inte nämner någon nytta så får man stanna kvar till imorgon. أول واحد الذي يتكلم وينام هو الذي يجيش. نعم. أنتم الاثنين. أوقف. يا رجل تقرأ الفاتحة أم لا؟ ليست الفاتحة. أوقف. قم. أعطينا فائدة من الفاتحة. بسم الله يا رجل. وانت جاهز يا شيخ وانت جاهز. الله يفتح عليك قل آمين. الله يهديك. الله يقدر. نعم. قل آمين. آمين. نعم. تفضل. نريد فائدة باللغة العربية، باللغة الصومالية، باللغة السويدية، بأي لغة؟ فائدة من سورة الفاتحة. أسأل الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك، اسمع يا أخي. لو طلب منك إلقاء كلمة. قالوا لهذا الشيخ: الآن نريد أن تلقي علينا كلمة. ايش اسمع؟ يقرا سوره الفاتحه. ام القران سبع المثاني. Om någon till exempel i något sammanhang ber dig om att hålla tal, ber dig om att läsa någonting,
So Lord the Obarium Fatih, Al-Fatih, so we saw the Quran and Shemuda, the Nasura. So the best that we can learn is to say Al-Fatih. Fatih. Kalima la yujad mithla. This is not something like that. Fiat Tawheed. In all the monotheism. Wattiba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Was Salaf al-Salih. Ijtima' al-Umma na'an iftirar. التحذير من الفرق الضال. Warning after Don Visser the group now. التحذير من التشبه بالمشركين. Warning for the mosque liksom efter likna dom inte troende. الثناء على الله سبحانه وتعالى. Speaking Allah سبحانه وتعالى. أحسن دعاء. واذكر ما شاء الله من سورة واحدة فيها الجنة وفيها النار وفيها اليوم الآخر أركان الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. سيهمك سميز أم الفرديس أم إلد أم بليرين أم استراف أم ألد كان تنكري لأن ليكسم فولكم ليكت ليكسم إبغريبان ده إبغد ده هلا أفرانا. سؤال. فرانا. هل نستحضر هذه المعاني عند قراءة سورة الفاتحة أو السماع لها؟ كما فرست لسي ألبي هار نمتو بيار ساك نماسك رسيتير الفاتحة؟ في الغالب لا. بدي مستر. فماذا نصنع؟ بسك بيور. الآن يوزع عليكم الإخوان جزاهم الله خيرا تفسير مختصر لسورة الفاتحة قصار السورة باللغة العربية وباللغة السويدية. نعم. Nej, nej, men jag kommer att dela ut små liksom, kapitler där det innehåller fatiha, bara vi ska på svenska, alltså tafsir för den här sura. فماذا تصنع؟ تقرأ تفسير هذه السورة. نعم. Du ska läsa den här tafsiren som finns. وتردد هذه السورة تقرأها وتستحضر المعاني تقرأ وتقرأ حتى يعني ترجع هذه المعاني وتبدأ تتدبر في كلام سبحانه وتعالى. إذا دمار ليس راجع تفسير فربا إبر توكين ولا إبر سنتين في كلارين من السورة. دوسك دوس إفترا بريا ليس فاتحة. دو كم روسين ليس دبوي تانا سنت. أصلاً دبلي ليكسوم ده هم يتلقفيلة كم يوم سنتي يقوم. ك ليكسوم دبلي ده تانا سنت. وتنكا وك ليكسوم وتستيق للسورة. وتراجع مع إخوانك. أي واحد الآن يخرج معك تسأل أي هداية تطلب عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ نعم. وديسكوتيرا مع دين برور نقول هاري فونت إكسامبل دو كان يبيرا ديسكوتيرا بيكم أو فاجل الدين دويل فرق الله سبحانه وتعالى. ما معنى يوم الدين؟ ما هو بتبدأ يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب يوم القيامة دوغا فاستراف وك بلوني. كيف نقرأ مالك يوم الدين؟ كمان ليس مالك يوم الدين. تقول تقرأ مالك وملك يوم الدين. مسكسية كان ليس بوتا ملك ومالك. هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ البسملة الآن إنذار شو الفاتحة إلى الأي. هل التأمين من الفاتحة قول آمين تقول لا بإجماع الأمة. أمين أمين أبشر عندي السورة سورة سورة كونسنسس الحريم عندي السورة. إذا والله ما أردنا إلا أننا نشتاق لتدبر ومعرفة كلام الله سبحانه وتعالى وبخاصة هذه السورة التي هي أم القرآن. نعم. Det enda vi ville med detta och avsikten och syftet med allt detta var att vi ska fördjupa oss och vi ska förstå ännu mer den här sura som är bland de största och de bästa som också betraktas som Koranens moder. انتبه لا تبحث في المطولات الآن في التفسير. الآن نريد أن نتدرج في طلب العلم. الآن تقرأ تفسير مختصر. تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله للفاتحة. بعد فترة حتى تربط هذا التفسير، بعدها نرجع للمطولات. الآن لا ترجع إلا للتفسير المختصر. نعم. Var uppmärksam på att du ska inte fördjupa dig hur mycket som helst utan liksom var noga med att läsa den här korta versionen av tafsir som Sheikh Rahman har liksom skrivit. Så låt dig börja från detta. Det här är första steget och efter du har liksom, du kan
du har fått tagit till dig den här tafsiren, så kan du som nästa steg ta och fördjupa dig ännu mer i andra tafsir. أراد إن شاء الله تعالى لنا موعد معكم بعد صلاة العصر إن شاء الله نكمل تفسير قصار السور نطبق على الناس بإذن الله تعالى. I morgon inshallah kommer vi som sagt samlas efter salat al-asr för att börja med tafsir av surat duha fram inshallah till surat al-asr. عندنا بعد صلاه الفجر كلمه يعني مختصره من 10 في 10 دقائق فقط يعني بعد صلاه الفجر 10 دقائق يعني نتكلم فيها عما يعني يكون الناس بحاجه اليه في هذه الازمه. نعم. Och inshallah efter salat al-fajr kommer det finnas även ett kort tal som kan ta 10 minuter inshallah. Så det blir också ett kort tal efter salat al-fajr inshallah. Och kallar det بعد الظهر. Och efter الظهر. أما الدرس التفسير بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء بإذن الله. Fast tafsiren ska bli efter العصر والمغرب والعشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والهداية والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا.